النبات الطبيعي هو النبات الذي ينمو دون تدخل من جانب الإنسان، وهو الناتج الطبيعي لتفاعل عناصر المناخ المختلفة مع الطبع. كيف ذلك؟ من الشكل الموضح أمامنا نلاحظ أن 1. حرارة الشمس تعمل على تسخين المسطحات المائية. 2. يتصاعد بخار الماء الذي تحمله الرياح. 3. يتكاثف بخار الماء ويسقط على شكل أمطار. 4. تنمو النباتات وتعيش الحيوانات، وتدور الحياة على الأرض في منظومة تجمع النبات والحيوان وباقي الكائنات الحية في علاقات متبادلة تحفظ الحياة على الأرض. خدنا بالنا يا اولاد ان النبات الطبيعي، اول حاجه قبل ما اتكلم على اي حاجه لازم اعرف يعني ايه نبات طبيعي. النبات الطبيعي هو اللي بينمو دون تدخل من الانسان. طب النبات الطبيعي ده بيطلع ازاي؟ قال لي لازم اعرف اول حاجه ان الشمس بتطلع الصبحيه تعمل ايه؟ قال لي بتسخن المسطحات المائيه. بعد ما بتسخن المسطحات المائيه بيطلع بخار الماء مكون سحب، السحب تتكاثف تسقط أمطار، ينمو النبات الطبيعي. يبقى لما أجي أقول لك كيف تحدث عملية النمو النبات الطبيعي، هتقول لي أول حاجة تقوم الشمس بتسخين المسطحات المائية، يتصاعد بخار الماء إلى طبقات الجو العليا، ثم يتكون السحب، يتكاثف، يسقط أمطار، فينمو النبات الطبيعي. طب هل النبات الطبيعي ده كله على سطح الأرض نوع واحد؟ أقول لك لأ، لأن كمية الأمطار على سطح الأرض بتختلف، منها الغزير ومنها المتوسط ومنها النادر. طب كمان هل درجة الحرارة كلها على سطح الأرض واحدة؟ لا، في مناطق حارة، في مناطق باردة، في مناطق معتدلة. يبقى مع كل اختلاف درجة حرارة ومع اختلاف كمية أمطار مع تنوع نوع التربة يطلع النبات الطبيعي أو ينمو النبات الطبيعي على سطح الأرض. أنواع النبات الطبيعي وأشكاله. لا شك أن هناك مجموعة من العوامل تتحكم في أشكال النبات الطبيعي، وتتلخص هذه العوامل في 1. التنوع في درجات الحرارة. 2. اختلاف كميات الأمطار التي تستقبلها المناطق المختلفة. وتحدد هذه العوامل إلى خلق 3 أنماط من النباتات الطبيعية، وهي ألف الغابات، ب الحشائش، ي النباتات الصحراوية. وسوف نتناول كل نوع من هذه الأنواع على حدة. طيب بيجي يسألني سؤال، بما تفسر تنوع النبات الطبيعي على سطح الأرض؟ هقول له إيه السبب؟ هقول له بسبب التنوع في درجة الحرارة، اختلاف كميات المطر، بيؤدي لنمو 3 أنماط من النبات الطبيعي. 1. لو المطر غزير هتنمو الغابات، لو المطر متوسط هتنمو الحشائش، لو المطر نادر هتنمو النباتات الصحراويه. يبقى اما يجي يقولني ما النتيجه المترتبه على التنوع في درجات الحراره والتنوع في كميات المطر، تقول له اختلاف انواع النبات الطبيعي، فمنها الغابات ومنها الحشائش ومنها النباتات الصحراويه. ماذا يحدث اذا كانت درجه الحراره واحده على سطح الارض او كميات المطر متشابهه؟ ينمو نبات واحد او عدم تنوع في النباتات الطبيعيه. طيب هنشوف فيلم قصير على النبات الطبيعي. حيث أوجد الله فيها العناصر الطبيعية مثل التضاريس، المياه، الهواء، النبات والحيوان. والتي تساعد الكائن الحي على العيش والتكاثر.
فالبيئة هي الوسط الذي يحيط بالكائن الحي فيؤثر فيه ويتأثر به. الحياة النباتية. يقصد بالحياة النباتية كل ما ينبت بشكل طبيعي وينمو دون تدخل من الإنسان. وتتألف الحياة النباتية بمجموعات كبيرة تختلف عن بعضها نوعاً وشكلاً ولفظاً، وذلك حسب الظروف المناخية التي تحيط بها وطبيعة الأرض التي تنبت فيها. النباتات الطبيعية تنقسم إلى الحشائش، نباتات صحراوية، الغابات. تنقسم الحشائش إلى السافانا، الاستبس. تنقسم النباتات الصحراوية إلى صحراوية حارة، صحراوية جليدية. تنقسم الغابات إلى معتدلة دافئة، منها بحر متوسط، صيني، معتدلة باردة، منها نفطية وصنوبرية، استوائية. قسم الجغرافيون الغطاء النباتي على سطح الأرض إلى أقسام مختلفة تعرف بالمجموعات النباتية أو الأقاليم النباتية، ويلاحظ تداخل بعضها مع بعض، ومن ثم لا يوجد حد فاصل بين إقليم وآخر. الأقاليم النباتية. الغابات الحارة، ومنها الغابات الاستوائية والغابات المدارية. تقع الغابات الاستوائية حول خط الاستواء، وتتمثل في حوض الأمازون وفي حوض زائر وجزر إندونيسيا. وتتميز بارتفاع درجة الحرارة والأمطار الغزيرة طوال العام. كما تتميز بكثافة الأشجار ذات الأوراق العريضة وارتفاعها. ممكن نعلق دلوقتي على الغابات. يعني إيه غابات؟ قال لي تجمعات شجرية كثيفة متشابكة مستقيمة الجذوع. يبقى لما أجي أقول لك يعني إيه تعريف غابات، تقول لي تجمعات شجرية كثيفة مستقيمة الجذور. وهنبدأ ناخد أنواع الغابات. وتتمثل في حوض الأمازون وفي حوض زائر. كما تتميز بكثافة الأشجار ذات الأوراق العريضة وارتفاعها.
المدارية. طيب يا ولاد، لو جيت قلت لك ايه اهميه الغابات دي على سطح الارض؟ قال الغابات دي اول حاجه بتمنع سقوط اشعه الشمس على سطح الارض، فبتخفض درجه الحراره. تاني حاجه بنسمي النبات الطبيعي ده او النبات على سطح الارض هو رئه البيئه، لانه بيتخلص من ملوثات كتيره زي ثاني اكسيد الكربون. يبقى لما اجي اقول لك ماذا يحدث اذا ازال الانسان هذه الغابات على سطح الارض، هيحصل ايه بالنسبه لدرجه الحراره؟ رقم واحد ارتفاع في درجه الحراره. اتنين، ايه يحصل للنباتات والحيوانات النادره؟ لان النبات الطبيعي انا قلت لك هو بينمو دون تدخل من الانسان. يبقى رقم اتنين انقراض كثير من الحيوانات النادره، اختفاء الغابات، ده هيؤدي لزياده نسبه التلوث على سطح الارض، وهيؤدي الى ارتفاع في درجه الحراره، مما يؤدي الى خلل بالتوازن البيئي. هي أرض شجرية تكون أشجارها غالبا مستقيمة الجذوع ومرتفعة ومتقاربة جدا بحيث تتشابك أجزاؤها العليا. أهمية الغابة: واحد، مصدر مهم للأعشاب. اثنين، مصدر حماية للبيئة من الملوثات. لماذا؟ لأنها تعمل على حفظ البيئة من خلال امتصاصها للغازات الضارة مثل ثاني أكسيد الكربون وإنتاج الأكسجين. يبقى زي ما أنا قلت لك وزي ما أنت شفت في الفيديو دلوقتي، ما المقصود بالغابات؟ هتقول لي أرض شجيرية تكون أشجارها مستقيمة الجذوع، مرتفعة، متقاربة، متشابكة. طيب إيه أهمية الغابات؟ بما تفسر أهمية الغابات، أنت بتحصل على الأخشاب منين؟ أني من الأشجار الطبيعية اللي هو النبات الطبيعي. يبقى أول حاجة أهمية الغابات، هتقول لي مصدر للأخشاب. اتنين، حماية البيئة من التلوث. زي ما أنا قلت لك إزاي بتحميك من التلوث؟ قلت لك بتمتص غازات اللي هي تضرب البيئة مثل ثاني أكسيد الكربون وبتعطينا الأكسجين. ماذا يحدث إذا أزال الإنسان الغابات؟ هتقولي زيادة نسبة التلوث على سطح الأرض. اتنين، اختفاء كثير من النباتات والحيوانات النادرة. الإحلال بالنظام البيئي: أزال الإنسان مساحات واسعة من الغابات للاستفادة من أخشابها وأحل محل الزراعة، وأدى ذلك إلى الإخلال بالنظام البيئي، فاختفت أنواع كثيرة من الحيوانات والطيور وارتفعت درجة حرارة الأرض. طيب يعني تاني حاجة زي ما أنا قلت لك، لما أزال الإنسان الغابات هو عايز يزيل الغابات ليه؟ قال لي الحاجتين، عايز ياخد أخشابها ويحل محلها الزراعة. طب يحل محلها الزراعة ليه؟ قال لي نتيجة زيادة عدد السكان هو محتاج المحاصيل أكتر من النبات الطبيعي، ولكن هو نتيجة إن هو أزالها عمل إيه؟ إخلال بالنظام البيئي. يعني إيه إخلال بالنظام البيئي؟ أدى لارتفاع درجة حرارة الأرض. اتنين، اختفاء الكثير من الحيوانات والنباتات النادرة، وبس ده كان ليه تأثير سيء جدا على البيئة. أنواع الغابات: الغابات الاستوائية، الموقع تنمو في المناطق الواقعة على جانبي خط الاستواء. النباتات تتميز بأنها كثيفة ودائمة القدرة. لماذا؟ بسبب غزارة سقوط الأمطار ودرجة الحرارة المرتفعة. أهم أشجارها: النقاط، الكاكاو، الماهوغني. أهم الحيوانات: الزواحف، القردة، الطيور الملونة. وهذه النوعية من الحيوانات هي التي تستطيع أن تتلائم مع الحياة في الغابات الاستوائية. يبقى لما أجي أقول لك الغابات الاستوائية إيه موقعها؟ هتقولي تنمو على جانبي خط الاستواء. قال لي بتتميز بأنها إيه؟ كثيفة ودائمة الخضرة. طب هتقولي هي ليه دائمة الخضرة؟ هقول لك لأن المنطقة الاستوائية هي طول السنة في أمطار غزيرة. أمطار لو أنت فاكر هي من النوع التصاعدي لنتيجة ارتفاع درجة الحرارة بسبب سقوط أشعة الشمس عمودية. قلنا طول السنة الشمس بتسخن المسطحات المائية فبيتصاعد بخار الماء
وتسقط الأمطار طوال العام، يبقى إيه اللي بيميز الغابات الاستوائية؟ قال لي إنها دائمة الخضرة وغزيرة، خلاص؟ تاني حاجة أمام أشجارها، لأن بيجي يقول لك ما نوع النبات الذي ينتمي لهذا الإقليم؟ هتقول لي المطاط، الكاكاو، المهوجني، ودي أهم أشجار الغابات الاستوائية. طب إيه أهم الحيوانات؟ هتقول لي الزواحف، هتقول لي الطيور الملونة، هتقول لي القردة. طب أنا عايز أعرفها يا مس على الخريطة موقعها فين؟ تعالى كده نبص على الخريطة، هنلاقي أول حاجة عندك المنطقة دي جنوب آسيا، جزر أندونيسيا، هنلاقيها في وسط أفريقيا، هنلاقيها شمال أمريكا الجنوبية في حوض الأمازون. يبقى لما أجي أقول لك إيه موقع الغابات الاستوائية، هتقول لي رقم واحد ده إقليم أو غابات استوائية، لو جالي هنا الرقم غابات استوائية، لو جالي هنا غابات استوائية، وهفكرك بالإقليم المناخي الاستوائي كام بيقع من كام لكام، من 10 شمالا ل 10 جنوبا. يبقى لما اجي اكلمك على الإقليم الاستوائي او الغابات الاستوائية، هتقول لي ده موقعها على الخريطة. يبقى هنسمى من مقصود او بالغابات الاستوائية ايه اهم اشجارها؟ المطاط، الكاكاو، المهوجني. ايه اهم الحيوانات عندها؟ هتقول لي الزواحف، القردة، الطيور الملونة. ناخد الاقليم اللي بعده، غابات البحر المتوسط. الموجة تنمو في اقليم البحر المتوسط في مناطق السهول والاودية. النبات اشجارها دائمة الخضرة ومن النوع الذي يتحمل النفاق. أهم أشجارها الفلين. أهم حيواناتها الأغنام والماعز. طيب دلوقتي احنا هنتكلم على غابات البحر المتوسط. لو انت هتفتكر في الأقاليم المناخية، إقليم البحر المتوسط بينمو منطقته ايه؟ من 30 ل 45 غرب القارات. طب أين ينمو إقليم البحر المتوسط؟ هتقولي في مناطق السهول والأودية. طب أشجارها دائمة الخضرة وتتحمل الجفاف ليه؟ هي دائمة الخضرة بس بتتحمل الجفاف ليه؟ لأن لو تفتكر في إقليم البحر المتوسط بتسقط الأمطار في فصل الشتاء، عشان كده إحنا بنقول إنها بتتحمل الجفاف. طب إيه أهم أشجارها؟ هنلاقيها الفلين والأغنام والماعز، دي الحيوانات بتاعتها. يبقى لما أجي أقول لك الفلين ينتمي لإيه؟ تقولي لغابات البحر المتوسط، وكمان في اشجار الزيتون برضك بتنتمي لغابات البحر المتوسط. ايه اهم الحيوانات؟ الاغنام والماعز. طب نشوف اماكنها على الخريطه. هنبص كده هنلاقيها في الشمال الغربي لقاره افريقيا، 2 جنوب اوروبا، سواحل جنوب اوروبا المطله على البحر المتوسط، جنوب غرب استراليا، هنلاقيها جنوب غرب في أمريكا الجنوبية وشمال وجنوب غرب أمريكا الشمالية وجنوب غرب أمريكا الجنوبية. يبقى بردك هنتكلم على إقليم البحر المتوسط على الخريطة، أهو الموقع بتاعي. يبقى تاني، ها جنوب غرب استراليا، ها جنوب غرب أفريقيا، ها شمال غرب أفريقيا، جنوب سواحل أوروبا، هنا في بلاد الشام وتركيا عندي في المنطقة دي. يبقى لما أجي أقول لك دي أماكن إقليم أو غابات البحر المتوسط، ولو تفتكر برضك بفكرك في الإقليم المناخي كان من 30 ل 45 غرب القارات. الغابات النفضية. الموقع تنمو في الأقاليم المعتدلة الباردة. النبات غابات تنفض أوراقها في فصلي الشتاء والخريف. أهم الأشجار الزان والبلوط. أهم الحيوانات السنجاب، القطط، الثعالب، الطيور. طيب زي ما أنت ملاحظ إن الغابات النفضية تنمو في الأقاليم المعتدلة الباردة اللي هي من 45 ل 60.
طب ليه سميت بغابات نفضية؟ لو تلاحظ من الشجرة اللي قدامك إنها بتنفض أوراقها في فصل الشتاء والخريف لشدة البرودة، يبقى لما أجي أقول لك لماذا سميت بالغابات النفضية هتقولي لأنها تنفض أوراقها في فصل الشتاء والخريف. إيه أهم الأشجار عندها؟ الزان والبلوط. طب إيه أهم الحيوانات عندها؟ هنبص على الصورة، السناجب، القطط، الثعالب، والطيور. يبقى لما اجي اقول لك صنف هذه الحيوانات للغابات هتقول لي لو جات لي السناجب هتقول له غابات نفضيه، لو جالي القطط بردك هكتب غابات نفضيه، ثعالب، طيور. اهم الاشجار عندك هيبقى مين؟ الزان والبلوط. طيب الغابات النفضيه اماكنها ايه على الخريطه؟ هنيجي نبص كده. يا ميس فكريني، هو ده كان انهي اقليم مناخي؟ هنقول كان اقليم شمال غرب اوروبا، مناخ غرب اوروبا، في المنطقه دي هتنمو الغابات النفضيه. يبقى لما اجي اقول لك الغابات النفضيه انهي موقعها؟ دي مناطق الغابات النفضيه. الغابات الصنوبريه الموقع تنمو في المناطق البارده، النبات اشجار دائمه الخضره وهي الصفه الغالبه على اشجار هذه الغابات، بالإضافة إلى صفة أخرى وهي أن أوراق هذه الغابات مقروطية الشكل، بما تفسر ذلك حتى لا تتراكم عليها الثلوج. أهم أشجارها الصنوبر. أهم الحيوانات الثعلب القطبي. طيب تاني، دي آخر غابة معايا اللي هي الغابات الصنوبرية اللي بتنمو في المناطق الباردة. طيب أشجارها دائمة الخضرة، طبعا عشان احنا قلنا في الغابات الصنوبرية ان عندي امطار طوال العام، فطبعا بتنمو هذه الايه؟ الغابات. طب ليه سميت بغابات صنوبرية او لماذا كانت اشجارها مخروطية الشكل؟ لو تلاحظ ان الشكل بتاعها لما يجي ينمو عليها التلج لا يتراكم عليها لانه بينزل كده، يبقى لما اجي اقول لك لماذا كان شكلها مخروطي الشكل حتى لا تتراكم عليها الثلوج؟ ايه اهم اشجارها؟ الصنوبر. أهم حيواناتها الثعلب القطبي. طب أماكنها على الخريطة، المناطق دي شمال آسيا وأوروبا وشمال أمريكا الشمالية. يبقى لما نيجي نسمع بقى تاني الغابات الصنوبرية تنمو في أنهي مناطق؟ هتقول له المناطق الباردة، أشجار دائمة الخضرة، ها أوراقها مخروطية الشكل. هقول ليه؟ هقول له حتى لا تتراكم عليها الثلوج. اهم اشجارها الصنوبر والثعلب القطبي. وده هنشوف اخر جزء من الفيلم عشان نعرف النباتات بتاعتنا. وهي اقل كثافه من الغابات الاستوائيه واشجارها اصغر حجما. ثانيا، الغابات في الأقاليم المعتدلة الدفيئة. يوجد نوعان من هذه الغابات، أحدهما في غرب القارات ويسمى غابات البحر المتوسط، وهي حول البحر المتوسط وفي أماكن أخرى من العالم، ومن أهمها كاليفورنيا ووسط تشيلي وجنوب إفريقيا. ويتميز هذا النوع بشتائه المعتدل وصيفه الحار والجاف وأشجاره دائمة الأخضرار. أما غابات الصين فتوجد في جنوب الصين وجنوب شرق الولايات المتحدة وجنوب شرق البرازيل، وغابات هذا الإقليم تشبه غابات الإقليم الموسمي إلا أنها أقل كثافة منه وتتميز بتباعد أشجارها عن بعضها البعض، لذلك تقام فيها الزراعة. ثالثا، الغابات في الأقاليم المعتدلة الباردة، منها الغابات النفطية والغابات المخروطية الصنوبرية. وتوجد الغابات النفطية في شمال غرب أوروبا
وغرب كندا، وتتميز بصلاحية أراضيها للرعي والزراعة، كما تتميز بأنها تسقط أوراقها في فصل الشتاء. وأشجارها ذات أوراق عريضة. أما الغابات المخروطية فتمتاز أشجارها بأوراقها الإبرية أو المخروطية. رابعاً، الحشائش. وتنقسم إلى حشائش حارة توجد بين مناطق غابات الجهات الاستوائية والمدارية، وتوجد أكبر مساحة لها في وسط إفريقيا والسودان وأمريكا الجنوبية، وتتميز بارتفاع درجة الحرارة وسقوط الأمطار صيفا وانخفاض الحرارة والجفاف شتاء. وهنتوقف النهاردة يا أولاد على أنواع الغابات، وبكرة بإذن الله هنستكمل بقية الدرس. عايزة نحل عليه الجزء ده في البوكلت، وبعد كده بكرة هعرف انتوا عملتوا ايه ونكمل الباقي. شكرا. ايه رأيك؟ استني استني.